أنا رجال ما أحب اللف ولا الدوران وأكره الكذب والكذابين. أنا أحب أعرف عن روحي زي ما أنا. أنا واحد ما عندي شهادة وأفتخر. تفتخر؟ إيه أفتخر. أنت فاكرة قراطيس اللي في المدرسة هذه اللي عندك هي اللي تعلم دنيا؟ لا، الدنيا يبغى لها شيل وحط، وأنا الدنيا شالت وحطت فيني، ورحت يمين ورحت يسار، مشيت مع الطيب والردي، يوم عندي دراهم ويوم ما عندي دراهم، علمت روحي بروحي. لو هالمشاكل دي كلها عدت على دكتور من الدكاترة اللي عندك في الجامعة والله كان غرق بشبر ماي، لكن الدنيا أنا حكحكتني بصراحة. معك حق، يعني الشهادة عمرها ما كانت مقياس للإنسان. لا، ما هي مقياس، المقياس السجن. أنا دخلت سجن. سجن؟ لا، أنا دخلت سجن ما هو بمخدرات ولا قتل ولا لا 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 لا، واحد من الربع عليه قضية شلتها عنه. رجال مواقف، رجال مخابر، ما هي بال الله الله. الحقيقة يعني أنا هديل بقول لك شيء. الحقيقة أنا من يوم ما شفتك وأنت دائما يعني بخيالي وكله بتفكيري، وحتى أمس والله أخذت مخالفة ساهر حتى تخيلك يمين والكاميرا كانت يسار، بس والله فدات ال 500 ريال وكل اللي أتمناه يعني إنك تكوني من نصيبي. قولي أبي. ما شاء الله عليك خاتم مثالي مثالي مثالي. ايه انا مو بذابحني اللي قلتي عليه هذا. اي والله مثاليه. ايه وش معناتها؟ علي لك خفيف تم بعد. في عشاء؟